دي بقى الخلاصه بتاعتنا بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيها. ألف ب انا ما امنش الارض، ألف ب انا ما احكمش على قدري من شكل المجموع الخضري فوق، ألف ب انا ما احكمش على قدري من قوه المجموع الخضري وقوه الظهر اللي عليها. مهما كانت ارضك عافيه هتخسر ايه لما تقرع جدر وتشوف اللي احنا شفناه؟ يا موجود لا قدر الله نقدر نتعامل معاه ونتعامل معاه بدري، لان كل ما بتاخر في اكتشاف المشكله بتاعتي كل ما بيصعب العلاج معاها وبتبقى الحاله متردديه خالص. يبقى انا لو متاح لي ان انا اشتغل حتى حيوي، انت اتاخرت والدنيا باظت معاك فاجبرتك تطلع كيماوي. يبقى اذا الفحص ثم الفحص ثم الفحص. واكبر غلطه بنغلطها كلنا ان احنا بنهرش من جنب المصطبه، بنرفع جنب البلاستيك وهرش واقول لك ايه رايك، شايف شايف التجديد، شايف النموات الجديده. دي اكبر غلطه بنعملها، لان انا اي منشط انا هستخدمه سواء حلو او وحش، قوي او ضعيف او شديد، اي منشط هتحطه لازم يديني شواشي ويجدد لي الشواشي بتاعتي. بس هل الشواشي دي لازم افرق بين هو نشط ولا ما نشطش؟ والفرق التاني بقى، وهل التنشيط ده كافي لاحتياج النبات بتاعي؟ يبقى انا اي منشط بذره هستخدمه هينشط، هينشط لك. فشيء طبيعي لما هرش من جنب المصطبه هشوف النموات ايه الضعيفه اللي جايه، هشوفها هشوفها كويسه. يبقى اذا المنتج نشط. طب هل التنشيط اللي اتنشط ده كافي لطلبات المجموع الخضري بتاعي ده؟